نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك اليوم في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء للعام 2023. المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين رغم التحديات والأعباء الاقتصادية العالمية. روسيا تعلن تعرض العاصمة موسكو لهجوم أوكراني، وكييف تؤكد تدريب طياريها على مقاتلات F-16 الأمريكية. التاسعة بتوقيت جرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي، أهلا بكم. يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، والذي تستضيفه منظمة الفاو، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمر، وكان رئيس الوزراء قد شارك أمس في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية والذي استضافته روما لبحث قضايا الهجرة والتنمية في القارة الإفريقية. وعلى هامش زيارته لإيطاليا، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في روما مع إيمي بوب المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر والتي تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ. كما أكد رئيس الوزراء أهمية الحاجة لتطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة واستحداث مناهج عمل تساعد على معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية وتسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين. من جانبها توجهت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك، معربة عن تطلعها للتعاون مع مصر لفتح مسارات منظمة وشرعية للمهاجرين لتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، وبالتوازي مع تعزيز الجهود لمساندة الدول المستقبلة للاجئين. أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على تقديرها البالغ والعميق للرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقوم به من قيادة متزنة وواعية في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا والشرق المتوسط. وعبرت ميلوني خلال استقبالها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر التنمية والهجرة بروما، أعربت عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات. كما أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى المجالات المتعددة التي يمكن من بشأنها إقامة مشروعات مشتركة مع مصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات ذات الصلة. ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر، خاصة وأن البلاد تستضيف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ. كما أشار مدبولي إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي والرابع عالميا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيماويات والغاز الطبيعي وكذا الربط الكهربائي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية PHDC 23 خلال الفترة من 5 إلى 8 من سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة
في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية. كما أشار عبد الغفار إلى أنه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر. تواصل وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات المبادرات أو الصحية العامة وتكثيف العمل خلال مدة زمنية 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة في كافة المحافظات. مثلت المبادرات التي انتهجتها الإدارة المصرية واحدة من أهم وسائل مواجهة المشكلات الكبيرة داخل المجتمع المصري، خاصة العقبات المتجدرة من سنوات طويلة في القطاع الطبي، وتحتاج إلى حلها لوقت وجهد وتكلفة مالية ضخمة. لكن المبادرات الواحدة تلو الأخرى تمكنت من حلحلة هذه المشكلات، بل والقضاء على بعضها تماما. ولعل أحدث هذه المبادرات مبادرة 100 يوم صحة، والتي تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرة الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية. المبادرات الصحية الرئاسية والتي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية أسهمت في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي، وقد أسهمت أيضا في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر فتكا بالمواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية كأمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن، والأمراض المزمنة غير السارية كالقلب والسكر والفشل الكلوي والأورام. المبادرات الصحية على اختلافها لم تكتفي بعواصم المحافظات والمحافظات القريبة من القاهرة، بل وصلت إلى أبعد النقاط على الخريطة المصرية، آخرها شمال سيناء، عبر قوافل وصلت إلى العريش وقدمت خدمات طبية متعددة، ومنها إجراء العمليات الجراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار في تخصصات متعددة. كما وفرت المبادرة خدمة الكشف بالعيادات المتنقلة وصرف العلاج للمترددين بالمجان، وتحويل الحالات للمستشفيات المركزية وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة وإجراء التحاليل والأشعة. لقد شكلت المبادرات الرئاسية المتعددة والتي تعد أسلوبا مصريا متفردا في مواجهة المشكلات طاقة من نور لحل مشكلات لطالما عانى منها المواطن المصري بشكل بات وسريع ودون انتظار لخطط واستراتيجيات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت، وقت يزيد من حدة المشكلة والعبء. أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدء تلقي طلبات المواطنين بالإسماعيلية راغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة التي مر على تصنيعها سنة 20 عاما فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وأشارت إلى أن إحلال المركبات يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. وأوضحت أن التوسع التدريجي مستمر في المحافظات وفقا لتوافر البنية التحتية المطلوبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الأخضر. تابع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في اجتماع عقده اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة. أشار وزير الري إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مدى 24 شهرا،
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في شهر ديسمبر من العام 2024، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير وتحديث القناطر الكبرى وتعظيم الاستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة العمر الافتراضي لها. كما أضاف أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى والمقامة على نهر النيل، حيث أنشئت لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية وتوليد طاقة كهربائية تعادل 634 ألف ميجاوات سنوياً، وتحسين حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان، وإنشاء جسر بري يربط بين شرق وغرب مدينة إسنا. شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يستمر على مدار 3 أيام متتالية ل360 متقدمة. يشارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية. ويسعى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة وفقا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم بعد ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة تشهدها البلاد منذ عدة أيام، حيث توقعت الهيئة أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا، خاصة للأطفال وكبار السن، مع تناول الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية وارتداء الملابس فاتحة اللون وتغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أرحب بك معنا دكتورة منار. يعني مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة هذه الأيام، ماذا عن تفاصيل حالة الطقس لليوم والأيام القليلة المقبلة، ومتى يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض أو الانكسار؟ اهلا بك يا فندم واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل في استمرار لارتفاع قيم درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل نتيجه تاثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيكون مع كتل هوائيه تمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، بالاضافه كمان بتوصل ل 90% على مناطق من القاهره الكبرى والمحافظات الوجه البحري، بالاضافه كمان في طبقات الجو العليا مرتفع جوي بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، وطبعا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. فطبعا درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة فقط بتوصل ل 41 و42 درجة مئوية، لأن قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل اليوم على القاهرة الكبرى متوقع إن هي تكون 8 درجة مئوية. عشان كده في استمرار للأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار في أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان فترات الليل في استمرار لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة. فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة على اغلب انحاء الجمهوريه خلال فترات الليل، كمان متوقع نشاط لرياح في بعض مناطق السواحل الشماليه الغربيه واضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط وخاصه على شواطئ العلمين والاسكندريه ومطروح، ارتفاع الامواج ما بين
2 الى 3 متر وهيكون غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الموجه دي مكمله معانا على الاقل لنهايه هذا الاسبوع، استمرار ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه، فعشان كده لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير. ومتوقع ان شاء الله مع مطلع الاسبوع القادم تدريجيا تنكسر هذه الموجه وتبدا درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه في شهر 8، لان دايما شهر 8 معروف ان هو ذروه فصل الصيف بسبب ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. نعم، لو تعطي للساده المشاهدين نصائح سريعه دكتوره منار للتعامل مع درجات الحراره والرطوبه المرتفعه خلال الاسبوع المقبل قبل ان تنكسر هذه الموجه كما ذكرتي في خلال اسبوع تقريبا. طبعا خلال هذا الاسبوع تحديدا، يمكن الموجه بدات معانا الاسبوع الماضي ومكمله معانا خلال هذا الاسبوع، استمراريه الموجه بشكل كبير ممكن تاثر علينا وتخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. فعشان كده احنا بننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فتره الظهيره. فتره الظهيره 12 الظهر الساعه 4 العصر الوقت كميه الاشعه الشمس اللي كبيره جدا، فبقدر نتجنب اشعه الشمس المباشره ونتجنب الوقوف تحت الشمس لفترات طويله. او فتره طويله لازم يكون معايا. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. تتواصل الفعاليات الرياضية والفنية والغنائية لمهرجان العالمين الترفيهي، واستقبال كبير من الزوار من أعمار مختلفة للاستمتاع بالعروض الفنية المتنوعة على شواطئ المدينة الساحلية. مزيد من المتابعة تنضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة هدير جميل مراسلة دي أم سي. أرحب بك معنا هدير إلى هذه النشرة، بالطبع لديك جديد لتطلعين به حول آخر فعاليات المهرجان وحجم الإقبال الذي ترصديه لليوم. تحياتي دينا ليكي ولمشاهدي نشرة دي ام سي. الحقيقة انه الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين لا تنتهي، يعني يمكن على مدار 3 أيام متتالية تابع كل الموجودين هنا في العالمين عروض طائرات الار سي عشان تتوج بالعرض الخاص بالعالمين اير شو بالامس، العرض العسكري الجوي المصري الاماراتي المبهر. الحقيقة انه اصداؤه ما زالت مستمرة لغاية النهاردة يا دينا. العروض كانت أكتر من رائعة، يعني في تناغم غير طبيعي ما بين قوتنا الفريق النجوم الفضية من قوتنا الخاصة بقوات الجوية، أيضا فريق المظلات كان لي يعني عرض مبهر، الفريق البحري بالمشاركة طبعا مع السرب الإماراتي سرب الفرسان، كان في تناغم أكتر من رائع. شفنا رسوم بتترسم في الجو من خلال الطيارات بألوان مختلفة، أعلام مصر وأعلام الإمارات والامتزاج ما بين الأعلام المختلفة. الحقيقة أنه العرض كان أكتر من مبهر. بطول الساحل الممتد، المفروض ساحل العالمين يمتد إلى 14 كيلو، المرحلة الأولى 7 كيلو. الحقيقة أنه كان كلها شايفة العرض، الناس كانت كلها رفع الموبايلات وبتصور العرض في انبهار. والحقيقة أنه بقالي كتير جدا بشكل شخصي ما شفتش ناس منبهرة بشيء، لدرجة انه مش كل الناس رفعت الموبايلات امبارح يا دينا، مش كل الناس كانت بتصور، كان في ناس انبهرها بالحدث واخدها وخطفها لدرجه انه باصين فوق للسماء وبيتفرجوا على العرض ومش عايزين يفوتوا منه لحظه حتى عشان يلتقطوا بعض الصور الخاصه بيهم. الحقيقه انه اطفال وصغيرين وكبار كانوا مستمتعين جدا جدا بالعرض، العرض كان مبهر، استمر من الساعه 11 وحتى الساعه 12 ونص وكان بالقرب من هنا. والحقيقه انه الاعلام المصريه الاماراتيه وربما طارين بالخلفية كانت يعني مضيئة منطقة المارين هنا في العالمين. الفعاليات الخاصة بالطيران وملأت سماء العالمين على مدار الأيام المختلفة، وكانت امبارح بالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو. الحقيقة أنه هي مش آخر فعاليات المهرجان ومش آخر الأحداث الهامة في هذا المهرجان، الناس بتترقب عودة الفعاليات الرياضية بقوة. بعد بكرة هيبتدي البطولة
الدولية للبادل اللي هتقام هنا في العالمين. والحقيقة أن الرياضة دي اكتسبت عالميا وتحديدا في مصر يعني جماهيرية وشعبية قوية جدا في السنوات الأخيرة، ومن المفترض أنها قريبا جدا تنضم للألعاب الأولمبية، فكتير جدا متحمسين يشوفوا فعالياتها اللي هتقام هنا في المنطقة الشاطئية في العالمين. بعد كده هتتوالى الفعاليات الخاصة إذا كانت التجديف، البطولة الشاطئية للتجديف. والحقيقة أن العالمين منطقة يعني ومدينة معروفة عالميا في مجال التجديف بالذات، خصوصا أن احنا نظمنا من أقل من سنة تحديدا أكتوبر الماضي البطولة الدولية والعالمية في التجديف. الحقيقة أنه في أكتر من يعني حدث بالانتظار، رالي سيارات اللي هتكون فيه أكتر من 100 عربية فارهة هتجوب شوارع مصر من أول سفاجة لغاية العالمين، عرض الأزياء اللي هيشارك فيه أكتر من 10 من مصممين الأزياء العالميين، أكتر من لعبة هتنضم طبعا، كله مستني الترالايثون أو رياضة الثلاثي اللي فيها هيكون في مشاركين بيشاركوا بتجديف هدير جميل مراسلة دي أم سي، شكرا جزيلا لك على الشرح الوافي لفعاليات المهرجان لليوم والأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك هدير جميل مراسلة دي أم سي من مدينة العلمين الجديدة. أعلنت السلطات الروسية تعرض العاصمة الروسية موسكو لهجوم أوكراني بمسيرتين في وقت مبكر من اليوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأوضحت أنه تم رصد إحدى المسيرتين في وسط العاصمة الروسية والأخرى اصطدمت بناطحة سحاب في جنوب المدينة، وفقا لما قاله مسؤول بخدمة الطوارئ الروسية. أعلنت مصادر موالية لموسكو في شبه جزيرة القرم أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إصابة مستودع ذخيرة في منطقة جانكوي، فيما قصفت روسيا ميناء أوديسا بالمسيرات. وقال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسيونوف إن أنظمة الحرب الإلكترونية أسقطت 11 طائرة أوكرانية مسيرة، مؤكدا أن الهجوم الأوكراني أدى إلى إصابة مستودع للذخيرة في منطقة جانكوي. وبحسب أكسيونوف فإنه وفقا للبيانات الأولية لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تسجيل 35 اشتباكا قتاليا في 5 اتجاهات مع القوات الروسية، وأشارت إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث تستمر المعارك الضارية. كما أكدت القوات الأوكرانية تصديها لأربع طائرات استطلاع بدون طيار، فيما تواصل شن عملية هجمات على القوات الروسية في اتجاهات ميليتوبول وبرديانسك، حيث ترسخ وجودها في المواقع المستعدة. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 سيبدأ في أغسطس المقبل ويستغرق 6 أشهر على الأقل. وأضاف ريزنيكوف أن التدريب الذي سيجرى على ما يبدو في الدنمارك وهولندا وربما المملكة المتحدة أو بولندا، سيشمل أيضا تدريبا مكثفا للموظفين الفنيين، مشيرا إلى أهمية صيانة الطائرات. كما أشار إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى إنشاء البنية التحتية المناسبة للطائرات الحربية من طراز F-16 والتي قد يتمكن الطيارون من قيادتها في وقت مبكر من الربيع المقبل. ورياضيا، أدى لاعب الزمالك صباح اليوم مرانهم الأول في السعودية استعدادا لخوض منافسات كأس الملك سلمان للأندية للأبطال، ووصلت بعثة الزمالك إلى السعودية مساء أمس لخوض البطولة التي تنطلق يوم الخميس المقبل وحتى 12 من أغسطس المقبل.
ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة المقبل، ثم الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه النصر السعودي يوم الثالث من أغسطس المقبل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.